الو ايوه حضرتك، الو، ايوه مع حضرتك. هي الشبكه بتروح وتيجي. بقول لك طيب تمام. طيب ايه المطلوب دلوقتي حضرتك؟ هكلم الفاتوره، علاج يدنا هيكلفك 2000 جنيه. طيب وانت يا ابني مش هتساوي اي شيء من عندك، كل التسويه والعلاج والبخور هيتم من خلالي من على البعد. طيب والموضوع ده ياخد قد ايه وقت؟ الموضوع ده ياخد 24 ساعة، يعني يومين بالظبط. طيب و طيب ماشي، انا موافق. على بركة الله يا ابني هنبدأ في الشغل إن شاء الله. هتروح دلوقتي أكتب لك الاسم والعنوان، أي بنك عندك هتبعت عليه المبلغ عادي. لا طب هو ليه الدفع مقدم؟ المفروض يكون الدفع مؤخر لو حضرتك يا ابني متأكدة. الشغل مضمون عندي مية مية، والله طب العظيم ما اللي أحسن من الدنيا كلها. لو عندي البخور والعلاج لأبدأ في الشغل وما يلزمني منك أي مصاري. أي مصاري ما تلزمنيش منك يا ابني. لازم يا ابني يكون عندك ثقة وإيمان بينا وبين بعضينا عشان الشغل يمشي. الثقة موجودة، طب ليه حضرتك ما تثقيش فيا وانا ادفع بعد ما الموضوع يتم؟ ما عنديش البخور والعلاج ده، هشتريهولك من بره لو عندي مش مشكل، لكن أنا ما عنديش لسه، هشتريه من بره. طيب حضرتك مكانك فين في مصر؟ انا مكان يا ابني في مرسى مطروح يا ولدي. مرسى مطروح. طيب يا ابني في مرسى مطروح. طيب يعني ينفع ابعت لك فلوس مع حد؟ عادي يا ابني عادي، اي حد خليه يجيب الفلوس ويديني عادي. طيب بستاذ حضرتك بس كمان انت يا ابني، كمان يا ابني يبقى الشغل بيناتنا عن طريق البنك يكون احسن. تمام، ما ربنا يصلح الحال يا ولدي. طيب عن طريق البنك ازاي يعني؟ انا هكتب لك يا ابني الاسم والعنوان، وانت هتروح اي وسط اليمين عندك هتعطيهم الاسم، هيحول لك الحوالة في 5 دقايق. بس انا يعني انا افضل ان يكون في حد من عندي يعرفك، يعني يعرف يعني معلش انا برضو عرفت حضرتك من الفيس، يعني لو انتي قفلتي حساب الفيس ده انا يعني هجيبك ازاي او اعرف ازاي الفلوس ايه اللي إلهنا حصل؟ الله، انا مديك رقم مديك رقم التليفون يا ابني، انا مش مديك رقم التليفون الواتساب يا ابني. ايوه انا ممكن اصور لك البطاقة يا ابني عشان تخليها معاك يا ولدي. لا مش للدرجة دي يعني، مش للدرجة دي. لا عادي اصور لك الهوية يا ولدي، انا الحين عاملة هوية في مصر هنا اصورها لك. هو حضرتك من البطاقة فين اصلا؟ الشخصية، البطاقة الشخصية. تمام، طيب ماشي، يعني حضرتك بعتيلي الاسم ولو انا هبعت لك يا ابني الاسم والعنوان شغل العطار اللي انت هتبعت عليه الحواله، وهبعت لك الهويه بتاعتي. اول الشغل ما يندح تبعت لي الحلوانه على الهويه بتاعتي. ماشي يا ولدي، طيب زي ما بتعامل مع اي شخص. ماشي، بس انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، بس احنا عندنا هنا البنوك سبت وحد بتكون قافله معايا. حضرتك سامعني؟ حضرتك انت سامعني؟ بقول لحضرتك الو الو.